بحفظ الله ورعايته وصل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر اليوم إلى المملكة المتحدة الصديقة، وذلك تلبية للدعوة الرسمية من صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة. وكان في مقدمة مستقبلي سموه حفظه الله على أرض المطار سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بدر محمد العوضي، وسفيرة المملكة المتحدة لدى دولة الكويت بليندا لويس، والملحق العسكري للمملكة المتحدة لدى دولة الكويت بول مولفيني، وأعضاء سفارة دولة الكويت ورؤساء المكاتب الملحقة والفنية المعتمدة في العاصمة البريطانية لندن. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.